إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ماذا بعد رمضان؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في آخر يوم من أيام شهر الصيام والقيام والقرآن. وتعالي حتى لا ينسحب لقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع بالعناصر المحددة التالية: أولا، ثوابت الإيمان، ثانيا، حقيقة الإيمان، ثالثا، فضل الاستقامة. فأعيروا القلوب والأسماع، فإن هذا الموضوع الآن من الأهمية بمكان، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ثوابت الإيمان. أيها الأحبة الكرام، أيها الصائمون القائمون القارئون للقرآن، وهكذا قد انتهى شهر رمضان، انتهى شهر الصيام والقيام والقرآن والبر والجود والإحسان. فيا عين جودي في الدمع من أفة على فراق ليال ذات أنوار، يا عين جودي في الدمع من أفة على فراق ليال ذات أنوار، على ليال لشهر الصوم ما جعلت إلا لتمحيص آثام وأوزار. ما كان أحسننا والشمس مجتمع، منا المصلي ومنا الخالق القارئ، فبكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي إخوتي من فضل أعمالي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أسرعت أيام الخير والبر والفضل والطاعة. لا شك أن ربنا جل وتعالى قد اختص رمضان بكثير من رحماته وبركاته، فأنت ترى الناس تقبل على طاعة الله في رمضان بأريحية عجيبة وبيسر وسهولة غريبة، لأن الله قد هيأ الناس في رمضان للطاعة، وقد سهل الطاعة للصادقين من المؤمنين في رمضان.
ولكن يا إخوة ليس بعد ذلك أن نعرض عن كثير من الثوابت الإيمانية بعض رمضان، فأنت ترى المساجد معطرة بأنفاس الصائمين في رمضان، وترى صفوف المصلين مزدحمة في رمضان، بل وترى البر والجود، البر والجود والإحسان والبذل والإنفاق والعطاء والهجرة والتوبة والاستغفار، وترى حرص الناس على الطاعة، فترى المسلم إن أسيئ إليه يقول اللهم إني صائم، يذكر نفسه بالله جل وعلا وبطاعة الله. ليس معنى ذلك أيها الأحبة الكرام أن نعرض عن هذه الثوابت الإيمانية بعض رمضان، فإن للإيمان من الثوابت ما لا يستغني عنها مؤمن من المؤمنين حتى يلقى بها رب العالمين. من أعظم هذه الثوابت أن تحافظ على الصلاة في جماعة كما كنت حريصا أيها الصائم في رمضان. قال ربنا جل جلاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من ترانيه شيء؟ هل سيبقى على جسده شيء من النجاسة أو القدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقراءة القرآن من الثوابت الإيمانية التي لا يستغني عنها مؤمن بعد رمضان. رأينا الصائمين ولله الحمد في أشد الحرص على قراءة القرآن في رمضان، فمنهم من قرأ القرآن كله مرة، بل ومنهم من قرأ القرآن كله مرتين، بل ومنهم من قرأ القرآن كله ثلاث مرات، ومنهم من زاد على ذلك. فلا نتخلى عن القرآن بعد رمضان، لا تضع المصحف في علبته وفي جلابه مرة أخرى لتضعه على رف من أرض المكتبة في بيتك في رمضان، فإن المؤمن لا غنى عنه، لا غنى له أبدا عن كتاب الله جل وعلا، فلا بد أن تمتع بصرك وأن تسعد قلبك وبصيرتك بالنظر يوميا في كتاب ربك تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي أمامة اقرأ القرآن اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف باء ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي صحيح مسلم الحديث النوافل لسمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه صورة البقرة وصورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو قرصان أو حزقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فلا تتخلى أيها الموحد الصادق عن القرآن، لا تتخلى أيها الصادق عن القرآن، لا تتخلى أيها الصادق عن القرآن. وهل ذلت الأمة وطاعة إلا يوم أن تخلت عن القرآن؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر للقرآن أنواع، هجر التلاوة
وهجر السماع وهجر التدبر وهجر العمل بأحكام القرآن وهجر التداوي بالقرآن. هجرت الأمة القرآن إلا من رحم ربك للأفراد. فذلت الأمة لإخوان الكردة والقناديل ولعباد البقر في كشمير وللملحدين المنعومين في كوسوفا في باكستان وفي الشيشان وللصليبيين الحاكمين في كوسوفا والبوسنة وفي كل مكان. ففي كل بلد على الإسلام ذاكرة ينهد من هولها رضوى وتهلال لفظ وصلب وتقدير لإخوتنا كما أعدت لتشفي الحقد نيران. يستصرفون ذوي الإيمان عاطفة فلم يغبهم في يوم الروع أعوان. فهل هذه غيرة أم هذه رعة؟ للكفر ذكر وللإسلام نسيان. والله ما انتشر وانتفش الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن القرآن أهله. أسأل الله أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. ومن الثوابت الإيمانية التي لا حل للمسلم عنها بعد رمضان أن يكون دائما ذكر للرحيم الرحمن. قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذاكر لله حي ولو سرشت منه الأعضاء والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. لا تغفل عن ذكر رب الأرض والسماء. حافظ على ذكر الله. فمن الحديث الطويل الذي رواه أحمد من حديث الحاكم الأشعري الصحيح وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه كمثل رجل خرج العدو في أثر الصراع. رجل يجري من عدوه والعدو يلاحقه فأتى على حصن حصين فاحتمى به من عدوه. فذلك مثل الذاكر لله يحتمي بالذكر من الشيطان. فلا تتخلى عن الذكر بعد رمضان. ومن الثوابت الإيمانية بعد رمضان أيضا الإنفاق. فأنت ترى الناس تقبل على الإنفاق والجود والبر في رمضان بيسر وأريحية. فلا تتخلى عن الإنفاق بعد رمضان ولو في القليل. قال ربنا جل جلاله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمه فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم اي في الدنيا وينظر العبد اشمن منه فلا يرى الا ما قدم اي في الدنيا وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره فاتقوا النار ولو بشق تمره. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان ويقولان اللهم اعط ممسكا خلفا والاخر يقول اللهم اعط ممسكا تلفا. فمن الثوابت الايمانيه التي لا غنى للمسلم عنها بعد رمضان ان يظل دائما البذل والانفاق والعطاء كل على قدر استطاعته. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ومن الثوابت الايمانيه بعد رمضان ان تكون دائما التوبه الى الرحيم الرحمن. من منا يستغني عن التوبه بعد رمضان؟ من منا يستغني عن الحوبة الى الله مع كل نفس من اساس حياته؟ قال تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ولم يقل ايها العاصون ولم يقل ايها المذنبون بل قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم
جناتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مرة. الحبيب الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يستغفر الله ويتوب الى الله في اليوم 100 مرة. واظن اننا نحتاج الى ان نستغفر الله وان نتوب اليه في اليوم 1000 مرة. فانت تحتاج الى التوبه مع كل نفس من انفاس حياتك فجدد التوبه والحوبه. ايضا ومن الثوابت الايمانيه التي يزيد ايمانك بها في قلبك قيام الليل. قيام الليل يا من دربت نفسك على قيام الليل في رمضان بصلاه التراويح لا تتخلى عن هذا الزاد. فوالله يوم ان خرجت الامة من مدرسة قيام الليل هذا وقست القلوب وجمدت العيون كان سعد بن ابي وقاص في القادسية يمر على خيام الابطال والمجاهدين فاذا رأى خيمة قام اهلها لله جل وعلا في الصلاة يقول سعد من هنا يأتي النصر ان شاء الله. من قيام الليل يأتي النصر ان شاء الله. من قيام الليل تأتي رفقة القلب. من قيام الليل تأتي دموع العين. من قيام الليل تأتي طاعة الشوارع. لماذا؟ لأن الليل أنس المحبين. نعم الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعى الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلف الظلام ونصبت القرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم واسترحوا إلى الله حباءهم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه يقسم ابن القيم ويقول فإن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. اسمع للحديث. ففي الحديث الذي رواه ابن خزيمة والحاكم بسند حسن من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دفء الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم أيها الأحبة هذه بعض الثوابت الإيمانية التي رأيناها في رمضان ولا ينبغي لمسلم صالح أن يتخلى عن هذه الثوابت بعد رمضان. ونحن في أمس الحاجة الآن إلى وصية سيد ولد عدنان إلى وصية الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سفيان بن عبد الله وحديثه في صحيح مسلم وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي قل آمنت بالله ثم استقم. قل أيها الحبيب آمنت بالله ثم استقم. أمر من النبي لنا جميعا قولوا آمنا بالله ثم استقيموا. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء حقيقة الإيمان. أيها الأحبة الكرام إن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان فحسب ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان له حقيقة والإيمان له طعم والإيمان له حلاوة والإيمان له نور. خذوا الأدلة على كل كلمة. الإيمان له حقيقة. قال الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان قول وتصديق وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
حال الإيمان في قلبك الآن يختلف تماما عن حال الإيمان في قلبك وأنت أمام مسلسل من المسلسلات أو أمام فيلم من الأفلام أو أمام مباراة من المباريات. شتان شتان بين حال الإيمان في قلبك الآن وبين حال الإيمان في قلبك وأنت بعيد عن طاعة الرحمن جل وعلا. فالإمام يزيد بالطاعة وينقص في المعاصي والزلات. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني والحاكم في المستدرك بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمرو ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب اي كما يبنى الثوب. فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ان الايمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب يعني كما يبنى الثوب. ثم قال الحديث فاسألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. فالايمان يحتاج الى تجديد. فالايمان له حقيقة وله ضعف. روى مسلم في صحيح من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان. ذاق طعم الايمان. من هو يا رسول الله؟ قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والايمان له حلاوه. روى البخاري ومسلم من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا تحبه الا لله وان يكره ان يعود بالكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يخلف في النار. والايمان له نور. له نور ولا تصرف شقة النور عن ظاهره. الايمان له نور. قال الحديث صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الدجلي وابو نعيم وحسنه الالباني من حديث علي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم فاذا تجلت عنه اضاء. كذلك الايمان له نور في القلب فإذا تحركت سحابة كثيفة مظلمة من سحب المعاصي والذنوب حجبت تلك السحابة نور الإيمان في القلوب كما تحجب سحابة السماء الكثيفة المظلمة نور القمر عن الأرض. فإذا انقشعت السحابة أضاء القمر في الأرض مرة أخرى. كذا إذا انقشعت سحب المعصية أضاء الإيمان في القلب مرة أخرى كما يضيء القمر في أفق السماء. ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاظلم فاذا تجلت عنه مضاء. فالايمان له حقيقة وله ضعف وله نور وله حلاوة. لهذا الايمان تحول اصحاب النبي من رعاة للإبل والغنم الى سادة وقادة للدول والامم. اسمحوا لي ان اكرر هذه اللفظة. اقول بهذا الايمان تحول الصحابة من افراد مشغولين تماما لا ذكر لهم ولا كرامة في امر كثيرة في الايمان تحولوا من رعاة للابل والغنم الى سادة وقادة للدول والامم في الايمان. والله ما عرفنا شيئا عن ابي بكر قبل الايمان. والله ما عرفنا عمر بن الخطاب قبل الايمان. والله ما عرفنا خالد بن الوليد قبل الايمان. والله ما عرفنا هؤلاء الاطهار الا يوم ان تخرجوا من جامعه الايمان على يد المربي الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا. ساضرب لحضراتكم مثالا واحدا فقط لاستعلاء هذا الايمان في قلوب هؤلاء الصادقين لنقف على حجم القوة الساحقة او السحيقة بين ايماننا وبين ايمان سلفنا رضوان الله عليهم. اسأل الله ان يلهمنا بهم على الخير والطاعة. ها هو الشيخ معاذ جندي ضعيف البنية قصير القامة قوي الايمان
لما هزمت جيوش كسرى يستجد الثالث امام جيوش التوحيد بقيادة سعد بن ابي وقاص، قال كسرى: لأغمين المسلمين بقائدي الذي اتخذته ليوم الكريهة. وكان قبيله هذا الذي كان يربى كما تربى العجول والدعائم هو رستم، وتولى رستم قيادة الجيوش الكسروية، وهزمت الجيوش الكسروية بقيادة رستم أمام جحاف الإيمان وأبطال التوحيد بقيادة خال النبي سعد بن أبي وقاص. فأرسل رستم رسالة إلى القائد سعد أن أرسل إلينا رجلا رسولا من قبلك لنسمع منه ولتسمع منا ولنفاوضنا ولنفاوضه. فاختار سعد بن أبي وقاص ربعية عامر رضي الله عن ربعية. أقول لكم إن كتب التاريخ وإن كتب السير تصف ربعية بن عامر على أنه كان قصير القامة ضعيف البنية، لكنه كان قوي الإيمان. فركب فرسه وانطلق بثياب متواضعة جدا، فأرادوا أن يمنعوه حتى لا يدخل على سيدهم رستم وهو على ظهر جوازه. طلبوا منه أن يترجل، يعني أن يمشي على الشيء، فأبى وقال: أنا لم آذكم وإنما جئتكم، فإن تركتموني هكذا وإلا سأرجع. فسمعه رسول قال: أذنوا له. فدخل ربعي على الله الجواد. تقول بعض الروايات بأنه ربط فرسه في رجل الكرسي الذي جلس عليه رسول، ومشى استعلاء. إنه موطن يحب الله فيه الخيلاء والفقر، وشتان شتان بين استعلاء المؤمنين واستعلاء المتكثرين. فمشى ربعي يستشعر سن رجلي على الفرش ليمزقها، لا ليمزق الفرش بل ليمزق قلب رسل. فصاح في رسل: من انتم؟ فقال ربعي: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره. فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نلقي الى موعود الله. قال رسول: ومن وعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات منا والنصر لمن بقي من اخواننا. فقال رسول: سمعت قولك، فهل لكم ان تؤجلون لننظر في امرنا ولتنظروا في امركم؟ قال ربعي: لقد سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان لا نؤخر الاعداء عند اللقاء اكثر من ثلاث. فانظر في امرك وامرهم، واختر لنفسك واحده من ثلاث. انظر ربعي. قال ربكم: وما هي؟ قال ربعي: الاولى الاسلام ونرجع عنه. قال ربكم: وما الثانيه؟ قال ربعي: الجزيه. الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك. الجزية التي تدفعها الأمة الآن كاملة غير منقوصة. يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن آدميون أم معاج مساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث السمر والدم الدفاق. وعلى المحصنات تبكي البوادي، يا لعرض الاسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت واعدوا، واعدوا من الردى ترياق. واقتلعنا الايمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الاعماق. وإذا الحبر مات في باطن الأرض تموت الأطفال والأوراق. الجزية، وإن احتجت إلينا نصرناك. قال رستم: وما الثالثة؟ قال ربعي: القتال. ولن نبدأك بالقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. فقال رستم: أسيدهم أنت؟ يعني هل أنت قائدهم الذي تصدر الأوامر وتخطط وتتكلم بهذه الثقة؟ أسيدهم أنت؟ قال: لا لا،
ولكن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أجناهم على أعناقهم. بهذا الإيمان فادوا، بهذا الإيمان قادوا، بهذا الإيمان تحولوا من رعاة في الجزيرة للكبر والغلب إلى سادة وقادة في الدول والأمم. ولن أكررها ثلاثا، لن تتحقق النصرة والعزة والتمكين والاستغلال إلا إذا حققت الأمة الإيمان، لأن الله قد وعد بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين للمؤمنين، والإيمان ليس مجرد كلمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخر الآية. فالعزة للمؤمنين والتمكين للمؤمنين والنصر للمؤمنين، فإن وجدت النصرة والعزة والتمكين قد رفعه الله عز وجل، رفع العزة والنصرة والتمكين، فكن على يقين لأن القلة المؤمنة التي تستحق النصرة والعزة والتمكين لما توجد بعد. فالإيمان ليس كلمة فحسب، بل قول وتصديق وعمل. انظر إلى واقع الإيمان في الأمة الآن، كم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا يصلون، لا يصلون، يتعاملون بالربا، يعاقرون الزنا، غيب بالشريعة ونحي القرآن. وتثق الأمة الآن في أمريكا أو في بعض دول الأرض أكثر من ثقة بها في خالق السماء والأرض. فالأمة تحتاج إلى أن تصحح الإيمان، وإلى أن تحقق الإيمان، وإلى أن تجدد الإيمان الذي به وبه فقط تصبح الأمة أهلا للنصرة، أهلا للعزة، أهلا للاستخلاف، أهلا للتمكين. وإلا فبدون الإيمان لن نرى شيئا من هذا، لأن الله وعد بالنصرة والعزة والاستخلاف والتمكين للمؤمنين. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيمان الصالح، وأن يرد الأمة إلى الإيمان ردا جميلا. وأخيرا أيها الحبيب الكريم، فضل الاستقامة أي على هذا الإيمان وعلى هذه الثوابت، وأرجو الحديث عنها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى هذا فصل الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على هذا الإيمان بالله، على ثوابت الإيمان، على طريق الله وعلى طريق رسول الله، تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟ قال مجاهد وزيد بن أسلم وغيرهما، تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة وهم على فراش الموت. يا رب اجعلنا منهم يا رب. في هذه اللحظات، لحظات السكرات والكروبات، هل تعلم أنها لحظات قد اشتدت على حبيب رب الأرض والسماوات؟ ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت عائشة: مات رسول الله بين سحري ونحري، أي على صدرها
ثم قالت: والله لا أكره شدة الموت لأحد. بعدما رأيت رسول الله اشتد الموت على الحبيب واشتدت السكرات على الحبيب حتى كان النبي يضع يده في غشوة بهاما أي في قدح به ماء ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور الأنور وهو يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وفي رواية أحمد بسند صحيح كان المصطفى يقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. اللهم هون علي سكرات الموت في هذه اللحظات لحظات السكرات والكربات. تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة والإيمان برب الأرض والسماوات. مستقيم على الطاعة في هذه اللحظات تراه مبتسما سعيدا ويخفف الله عليه السكرات ويخفف الله عليه الكربات بتنزل الملائكة عليه. فإذا اشتد الكرب واشتد الهم واشتد الهم واشتد الألم تنزلت الملائكة بهذه البشارة: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. كل مؤمن مستقيم يا لها من فرحة وسعادة. من أنتم من أنتم؟ فيقول الجواب: نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاحضر الملائكة أي عند الموت فاحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحا يا رب اجعلنا من الصالحين فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة وهي تخاطب روحه: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري برطف وريحان ورب راض عنك غير غضبان. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس وأبي حازم وغيرهما: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. وأنا أقول لا تعارض بين القولين، بل إن الجمع بينهما هو الأصل عندي. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة مرتين، مرة وهم على فراش الموت، ومرة إذا خرجوا من القبور يوم البعث والنشور، لتبشرهم ملائكة العزيز الغفور بهذه البشارة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بنص الآية: وفي الآخرة. ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا أي ضيافة وإنعاما وإكراما من غفور غفر لكم أن الرجل صالحا يا رب اجعلنا من الصالحين. فإذا كان الرجل صالحا قالت الملائكة وهي تخاطب روحه: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض عنك غير غضبان. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن عباس وابن أبي حاتم وغيرهما: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور يوم البعث والنشور. وأنا أقول لا تعارض بين القولين، بل إن الجمع بينهما هو الأصل عندي. فالملائكة تتنزل على أهل الإيمان والاستقامة مرتين، مرة وهم على فراش الموت، ومرة إذا خرجوا من القبور يوم البعث والنشور،
لتبشرهم ملائكة العزيز الغفور بهذه البشارة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بنص الآية وفي الآخرة، ولكم فيها يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم، نزلا أي ضيافة وإنعاما وإكراما من غفور غفر لكم الذنوب، رحيم رحمكم يوم الأهوال والكروب، وستر عليكم الزلات والعيوب. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلو ذهبت إلى رجل من أهل الدنيا من أهل الكرم والفضل وأعد لك نزلا أي ضيافة سيعدها لك على قدر كرمه هو، سيعدها لك على قدر كرمه هو. إن أهلاك رجل من أهل الدنيا هدية سيهديها لك على قدر كرمه هو. وأرجو أن تتصور معي أيها الصائم القائم الموحد لله، أرجو أن تتصور نزلا يعده لنا ملك الملوك جل جلاله. إذا أردت أن تقف على شيء من هذا النزل فقف على منزلة أقل رجل في الجنة، وأرجو أن تتصور أنت بعد ذلك منزلة السابقين الأولين، منزلة أصحاب الدرجات العالية. ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى بن عمران ربه عز وجل عن أبناء أهل الجنة منزلة، فقال الله لموسى: ذاك رجل يجيء، فيقول الله له ادخل الجنة، فينطلق ثم يرجع الرجل إلى الله مرة ثانية ويقول: يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم. وفي لفظ يقول: يا رب وجدتها ملأى، ماليش مكان في الجنة، وجدتها ملأى. فيقول الرب سبحانه: أترضى أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ هل تعرفون ملك الملوك؟ هل تعرفون ملك الملوك؟ أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت يا رب. فيقول الرب سبحانه: لك ذلك، لك ذلك، لك في الجنة ملك كملك ملك من ملوك الدنيا، لك ذلك. لكن قلت لحضراتكم بأن الكريم يعطي على قدر كرمه، وبأن الرحيم يعطي على قدر فضله، فيقول الكريم سبحانه: لك ذلك ومثله، يعني مضاعف، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في المرة الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الرب: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وفرت عينك. قال موسى بن عمران: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: نعم. قال: فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وقسمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. أبت نفسي تتوب كما احتيامي إذا بردت عباد الفلجان، أبت نفسي تتوب كما احتيامي إذا بردت عباد الفلجان، وقد مطلب الصراط لكي يزول فمنهم من يكف على الشمال ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرائس بالغوالي. قول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب
فلا تبالي. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج لنا الكروب. اللهم لا تدع لاحد منا في اخر يوم من ايام رمضان ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا لنا الا رحمته، ولا عاصيا بيننا الا هديته، ولا طافعا معنا الا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد في اخر جمعة من رمضان الا وقد غفرت لنا اجمعين مهما كانت الذنوب وكثرت العيوب، برحمتك يا ستار العيوب يا علام الغيوب يا غفار الذنوب. لا اله لنا سواك فندعوه، لا اله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من اليه يلجا الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الايدي ويسأل السائلون. يا رب اختم لنا رمضان برضوانك، اختم لنا رمضان برضوانك، اختم لنا رمضان برضوانك، واجعل مآلنا الى رضوانك، واجعل مصيرنا في جنانك، ونجنا من سخطك ونيرانك. اللهم اصرنا ولا تصحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكن لنا ولا تكن علينا. يا منزل الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا عظيم الاحسان يا دائم المعروف، يا دائم المعروف، يا دائم المعروف. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله فنحن اهل المعاصي والذنوب، وعاملنا بما انت اهله فانت اهل المغفرة والرحمة يا علام الغيوب. اللهم اصبر نساءنا واحفظ بناتنا واصلح اخواتنا واصلح شبابنا واهد اولادنا. اللهم رب لنا اولادنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. يا رب انصر اخواننا في الشيشان، يا رب انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انك فراعجتنا وضعفنا ونحن لا نملك لهم الا الدعاء، فتقبل دعاءنا لهم يا رب الارض والسماء. اللهم تقبل دعاءنا لهم يا رب الارض والسماء. شتت شمل الروس الملعونين، شتت شمل الروس الملعونين، شتت شمل الروس الملعونين. اللهم اعم ابصارهم، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم، اللهم اجعل رميهم بعيدا عن اهلنا واخواننا واخواتنا. اللهم اعم ابصارهم وشتت رميهم وبسط صفهم وسلسل اركانهم وشل جوارحهم واعضاءهم واملا قلوبهم ونورهم نارا. أرنا فيهم يوما كانوا بعاد وثمود، أرنا فيهم يوما كانوا بعاد وثمود. يا من هزمت الأحزاب، يا من هزمت الأحزاب ونصرت محمدا في بدر، وأيدته بجند من عندك، أيد إخواننا في الشيشان بجند من عندك يا رحيم يا رحمن. اللهم وحد صفهم وألف كلمتهم وسدد رميهم وانصرهم نصرا مؤثرا، واجعل سلاح وعتاد الروس غنيمة لهم يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الملعونين وعلى أعوانهم المنافقين المجرمين. اللهم انصر الإسلام وعز المؤمنين، وأعلن بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر المجاهدين عامة في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين. يا رب اجعل نصر راحة للأمن والأمان. اللهم نجي نصر من الفتن، اللهم نجي نصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك تعلم أن أعداءنا يتكالبون على هذا البلد نحفظ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا رب العالمين. يا رب اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين.
اللهم احفظ اهل هذا البلد الكريم، اللهم احفظ اهل هذا البلد الكريم، ورد ولاة امره للحكم بشريعتك يا ارحم الراحمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفرنا وتقبل منا وتب علينا، انك انت التواب الرحيم.